أنا في طفولتي شاءت الأقدار إنه الأهل والدي وعمامي بيسافروا إلى المتجهين للكويت، وشالني والدي معهم طفل صغير عشان أتعلم. وأثناء وجودي في الكويت تعلمت من الابتدائي حتى الثانوية، وأول مرة يعني أشوف الكرة تحت إشراف المعلمين وكذا والآخر، وفجأة أتقنت يعني اللعبة حتى لدرجة إنه كنت في البدائي مع فريق المدرسة، وفي المتوسطة بمسمى هناك، وأيضا في منتخب الثانوية العامة، ثانوية صلاح الدين في الكويت أذكر. وفي تلك الأيام كان المنتخبات الثانوية مستوياتها تكاد تضاهي مستويات الأندية. وفي تلك الفترة في بداية السبعينات تمكنت من الكرة جيد، وفي مراكز شباب بالكويت هي يتفرخ الأندية، وكان يسمح للعمال الغير الخليجي أن يلعب في تلك المراكز، بينما في ذاك الزمان كان ممنوع أن يلعب في الأندية الكويتية اللاعب غير سوانا الكويتي، حتى لدرجة أنه آخر من لعب هناك في الكويت غير كويتي اللي هم حسن شحاتة والجماعة هذول كلهم، ومحسن صالح ومصطفى رياض وطه بصري وغيرهم كذا. كرة مع بدر جميل، بعد بدر جميل، حطوا على الهدف، جول جول، الله بدر جميل، حطوا الجول بدر جميل، حلوه كرة ماشي بدر جميل. هذا اول منتخب لسلطنه عمان في الخليج، بل هذا اول منتخب رسمي لسلطنه عمان. وفكره المشاركه اتت بعد خليجي اثنين في 1972 في الرياض، وحقيقه لاتخاذ القرار من قبل المسؤولين للمشاركه في خليجي ثلاثه لسببين. لسبب ان وجودنا كمشاركين في كاس الخليج هذا مهم وضروري. السبب الثاني انه في لاعبين عمانيين وبالاخص من الطلبه اللي كانوا في الخارج وعادوا الى ارض الوطن، هؤلاء حيكون النواه او المنتخب البكر الذي راح يشارك ويمثل عمان على الاقل لمده 5-6 سنوات او بالاحرى بطولتين او ثلاث، ومن ثم يبدا الاعداد بالكوادر من داخل السلطنه، حيث ان ذاك الوقت تعرف انت بعد سنه 70 كل شيء ماشي، مثلا لا دوري ولسه في بدايه، والدوري يبدا في موسم سوانا 77 78. وفعلا يعني مثلا الفكره كانت صايبه، وتم تجميع اللاعبين اللي كانوا متواجدين في السلطنه في ذاك الوقت وانا واحد منهم. مع حمد محمد رفع على طول، جول 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 جول، يا سلام كرة حلوة حلوة يا علي، يا سلام يا علي، يا سلام عليك يا حمد، كرة مشتركة من حمد محمد، نفس اللعبة الأولية في نفس الجول الثاني، أيضا كانت أوفر مرفوعة على طول وعلي الملح حطها براسه، واللعبة هذه أيضا ملعوبة من حمد محمد عند الكورنر على شمال. جت برقية إلى مكتب الوالي، في تلك الأيام ما في هذا تلفون وما شابه ذلك، الآن كل لاعب عنده تويتر خاص واتصالات وكذا. عموما جت برقية لمكتب الوالي، والوالي الله يرحمه الشيخ عامر بن علي أرسل أحد الموظفين في المكتب اللي هو ابن أخته محمد سعيد دبلان العمري، وقال الآن الساعة 8:30 روح إلى في بيت سعود، بيت الحبشي هذا معروف، فالخلاصة نادي وقل له على أساس مطلوب الآن تروح الليلة إلى صلالة، لأن بكرة راح تسافر إلى مسقط مطلوبين لأصحاب المنتخب. فأجي الرجال الساعة 8:30 هنا، وقف هنا ونادى، طبعا تعرف يعني احنا مجتمع بيئة واحدة وكذا، نادى سعود عبد العزيز والدي، احنا أسرة ممتدة، أهلي وأبناء عمومتي وعمامي وكلنا، فنادى طلعوا للجماعة قال إيش المطلوب؟ قال سعود الآن مطلوب يروح إلى هذا إلى 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 صلالة، وفي لنج سفينة صغيرة لنج مال الشيخ الله يرحمه سالم بن البخيت بن خلق كان موجود هنا، وقال الآن يتحرك. المهم على مدى ساعة كذا
شلت جنط مالي وحد ابن عمومتي شال معي الجنطة ثاني مال ملابس وأنا مال رياضة لين الساحل. يوم وصلنا الساحل السفينة الصغيرة هذه متواجدة وركبنا، أنا شخصيا ركبت مع اللند، وكان في صاحب السفينة الشيخ سالم بن خليف بن لبخيت بن خليف الله يرحمه. ركبت معاهم الساعة 10، مندوب الوالي خبرني الساعة 8:30، خلصت أموري كذا الساعة 10 تحرك الزمان، تحركت الزعيمة أو السفينة الصغيرة هذه أو كذا، لا هي سفينة كبيرة ولا هي قارب. لا صلال. يوم وصلنا على قياس الدمر قالوا لي سالم، قال متعشي؟ قلت ما تعشيت، لكن الخلاصة أنه خلاص نصوم الليلة. قال لا، احنا بنسوي عشاء وعندنا رز بلم وعندنا سمن، الصيد عليك انت. قلت علينا؟ قال امسك الخيط. مسكت الخيط مجاوشه طبعا والهذا، والسفينه تمشي في سمك نسميه طمكري احنا هنا، صدنا يمكن طوله ذراع ونص، فوحنا ومع السمن هذا وتعشينا نمنا. الصبح الساعه 8 قوموني، قال خلاص احنا وصلنا صلاله، وصلنا مين ريسوت ذاك الوقت يعني مين صلاله عاليه. خلاص كان في استقبالي الاخ احمد علي رجب، كان المسؤول عن النشاط الرياضي في هنا، وراسن على طول من الميناء بسيارة جيب مفتوحة زمان إلى المطار. ركبت مع الجماعة، كان الجماعة المتواجدين اللي من نادي مرباط اللي هم الأخ مسلم العمري والمرحوم أحمد علي أبو شهاب اليافعي، وبقية الزملاء من أندية الصلالة هناك، النصر والظفار والاتحاد، نادي الصلالة عاد ما تأسس. وصلنا استقبلونا في مطار السيب، مطار مسقط الدولي حاليا. الخلاص انه وحتى وصلنا الى بيت الفلج. في بيت الفلج عسكرنا هناك فضلنا جناح عنبر مال ثكنات عسكريه لحالنا يشيل 50 شخص، احنا منا ذاك الوقت يمكن فوق 30، عملوا تصفيه بقينا على 23. واذكر لعبنا مباراه مع البارجه انجليزيه وحاجه كذا، ومباراه مع نادي عمان تمرين عباره. وتقدمنا قبل الوفود كلها إلى الكويت بعشرين يوم. ما كان في كابتن ميداني في ذاك الزمان، على اعتبار احنا بنلعب تمارين فقط في مسقط. وأثناء وجودنا وقبل أن نصل إلى الكويت أمانة وهذا للتاريخ، أن المجموعة يعني خمسة من المجموعة اللي معانا في المنتخب هم كباتنة أنديتهم، بما فيهم كابتن نادي مرباط الأخ مسلم العمري ولست أنا، فهمت كيف؟ وحديد وغيرهم، مسلم وعبد النبي وغيرهم كلهم كباتنة أنديتهم. عندما وصلنا إلى الكويت أتاني المدرب وبمعيته عبد المحسن عبد الرحمن الشيزاوي الآن الله يعطيه الصحة بطارق في صحار، فقالوا لي أنه نزولا عند رغبة اللعيبة يا سعود أنت حتكون كابتن. أنا تفاجأت، أنا يعني لا أدعي لست أفضلهم ولا أني أكبرهم سنا ولا أني أكثر منهم وعيا، المهم لكن هنا نقطة يعني أنت فسرها في أثناء البطولة. الأخ الله يذكره بالخير ربيع إبراهيم أحد المؤسسين لنادي العين، واللي هو عم إسماعيل مطر إبراهيم اللاعب المتميز الإماراتي، هذا الأخ ربيع عرض علي أن ألعب في نادي العين. ما عنده الباقي عليه.